أحيا لاعب فريق كورينثيانز الذكرى 20 لوفاة سائق الفورمولا 1 إيرتون سنة بوضع خوذ شبيهة بالخوذة التي كان يضعها على السائق الراحل أثناء السباقات. فقبل بداية مباراته مع ناسيونال ماناوس، وضع لاعب فريق مدينة ساو باولو مسقط رأس سنة خوذة سباقات الفورمولا 1 تحمل الألوان الشهيرة للسائق الراحل الأصفر والأخضر والأسود.